او توجه اي حدا داخل النقابه انا ما بيعجبني، اوكي ما بيعجبك وما بيعجبني، ما بيعجب فلان، ما بيعجب المهندس الفلاني وما بيعجب المهندس الفلاني، تعالوا كلنا نحمل حالنا وننزل نحضر اجتماع الهيئه العامه. مرحبا جميعا، مساء الخير. معكم المهندس جاسر مصطفى، مهندس معماري منتسب لنقابة المهندسين الأردنيين. اليوم حبيت أوجه الفيديو تبعي لموضوع يكون له علاقة بساحة الهندسة الموجودة في المملكة الأردنية الهاشمية. يمكن تسأل طب أنت ليش عم بتوجه هذا الفيديو اليوم؟ أنت المواضيع اللي كنت تحكي فيها قبل هيك كانت مواضيع تعليمية، يمكن حكيت شوي في مواضيع مختلفة، لكن اليوم أنت عم بتوجه فيديو للمهندسين ليش؟ لأكثر من نقطة. النقطة الأولى لأنه أنا هذا هو المجتمع اللي أنا بنتمي له، اللي هو طبعا بفتخر أنه أنا جزء من هذا المجتمع اللي يعتبر ذو وعي عالي وتوجهات دائما للتطوير للأحسن. فهذا أحد أهم الأسباب اللي خلاني أشارك برأيي بهذا الموضوع، واللي إن شاء الله راح أستمر فيه لقدام، وبنعرف بعدين شو السكجول اللي راح يمشي عليها الفيديو هذا. السبب الثاني اللي هو الإشي اللي عم بشوفه صرت ليتلي، أو الإشي اللي صرت بشوفه مؤخرا على السوشيال ميديا، واللي شفته طبعا من اقترابي من النقابة بالفترة الأخيرة، واللي هو مجموعة البوستس أو الكومنتس أو الملاحظات اللي قاعدة بتنتشر على سواء الفيسبوك أو الواتساب أو وسائل التواصل الاجتماعي، واللي هي يعني بأغلبها مرات تكون هجمة على موضوع معين أثارته النقابة أو على شخص معين في النقابة أو whatever. اليوم أنا ما بدي أنه إحنا نقعد نحكي من وراء الشاشات، يمكن أنت اليوم شايفني قاعد بحكي من وراء الشاشة، لكن أنا بسبب بعدي عن البلد لأن أنا حاليا خارج البلد فما قدرت أوصل الرسالة اللي أنا بدي إياها إلا عن طريق أني أنا أعمل فيديو، ولأنه أنا أصلا الهواية الموجودة عندي اللي هي التصوير، يمكن كثير ناس تعرف اللي هي التصوير وأني أنا أعمل فيديوز، فلقيت أنه هاي طريقة كثير مناسبة وبتوصل بأقل قدر من خليني أحكي من التكلف أنه أنا أوصل لك معلومة أنا اليوم بدي أحكي فيها. بتمنى من الكل يشاركني هذا المجهود، يحاول يحط الانبوت تبعه سواء في هذا الفيديو أو بالفيديوهات اللي إن شاء الله راح أقوم بنشرها في المرات الجاية، واللي إن شاء الله تستمر طبعا بدعمكم وبمشاركتكم بهذه الفيديوهات. اليوم أنا بدعو الكل يحاول يكون في هذه المرحلة شخص إيجابي، مهندس إيجابي. كيف أكون مهندس إيجابي؟ أنت ما تضلك تحكي رأيك من بعيد. أنا بدي منك أنك أنت اليوم تقرب أكثر على النقابة، أنك أنت تدخل على النقابة تطلب من كل شخص جوا النقابة أنك أنت بدك تسمع رأيك. يمكن تحكي لي هذا الموضوع صعب، كيف أنا بدي أدخل على كل واحد من النقابة وإني أنا أوصل له رأيي، وكل مرة بدي أقعد مع واحد بدي أرجع أنا أشرح من الأول أنا شو اللي حكيته، أو إني أنا أصطدم بناس هي مش عاجبها رأيي أو إلى آخره. اليوم أنت في عندك إشي في النقابة يمكن مش الكل بيعرف عنه، اللي هو اجتماعات الهيئات العامة. خلينا أحكي كمهندس معماري، أنت أو أنت كمهندسة معمارية دخلت على صفحات الفيسبوك صح؟ دخلت وشفت البوستات اللي بتنزلها النقابة أو اللي بتنزلها لجان النقابة أو الصفحات اللي لها دخل في النقابة أو تجمع المهندسين الأردنيين، الصفحة الموجودة على الفيسبوك. هذه الصفحة دائما بتنشر أو بنتشر عليها مجموعة من الأخبار أو البوستات أو whatever، أنت قاعد بتتابعها وبالآخر بتحط رأيك فيها. اليوم أنا بدي إياك تحط رأيك على الفيسبوك، اليوم أنا بدي إياك تحمل حالك وتطلع. هاي في بوست منشور من عضو الشعب المعمارية في نقابة المهندسين الأردنيين بحكي لك، يدعوك مجلس الشعب المعمارية لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة للشعب المعمارية يوم 19/2، يوم 19/2 واللي هو بيكون يوم ثلاثاء. هذه الجلسة الأولى أو الاجتماع الأول للهيئة العامة. في هاي الجلسة، هاي الجلسة كثير مهمة، هون أنت بتقدر إذا أنت رحت وراح الناس اللي زيي وزيك واللي همهم إنهم هم بدهم يطوروا النقابة، حملنا حالنا نزلنا على النقابة كملنا النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة في هذا اليوم، ف وصلنا ل 50% من عدد الأعضاء، وهو عدد مش قليل طبعا، وهو موضوع صعب ويمكن ما صار قبل هيك. إذا ما صار هذا العدد فهو راح يتأجل الاجتماع ل 26/2 زي ما هو موجود عندي هون في البوست ل 26/2. لكن المشكلة في الموضوع إنه تأجل لهذاك الوقت، أجا 2 أجوا 3 أجوا 1 أجوا 10 أجوا 500، فهو يعتبر النصاب مكتمل ويتم فيه إقرار جميع القرارات والمواضيع اللي راح يتناقشوا فيها. يمكن اليوم أنت بتحكي أنا ما بدي أمشي على خاطر الناس أو ما بدي أمشي على خاطر المهندسين الموجودين أو توجه أي حدا داخل النقابة أنا ما بيعجبني، أوكي ما بيعجبك وما بيعجبني، ما بيعجب فلان، ما بيعجب المهندس الفلاني وما بيعجب المهندس الفلاني، تعالوا كلنا نحمل حالنا وننزل نحضر
اجتماع الهيئة العامة، اليوم أنا مش عاجبني القانون الفلاني أنا بقدر أناقشه، لكن أنا إذا ظليت ورا الفيسبوك أنت لا تعتبر موجود داخل هذا الاجتماع، وما راح يتاخذ برأيك أو ما راح يتناقش رأيك على الأقل. فأنت اليوم إذا حملت حالك ورحت على هذا الاجتماع فأنت عندك مواضيع كثيرة تقدر تناقشها. برضو عضو هيئة أو عضو الشعب المعمارية اللي نزلت البوست مشكورة طبعا، حاطيت لك في هذا البوست بحكي لك راح يتم مناقشة التقرير السنوي للشعبة لسنة 2018. إيش عن التقرير السنوي؟ الشعب الهندسية كل سنة راح تطلع لك تقرير عن الأعمال وعن اللجان وعن الأعداد وعن التدريب وعن كل المواضيع اللي أنت أصلاً بتشوفها في النقابة أو اللي أنت بتسمع عنها عن النقابة سواء كانت منيحة أو مش منيحة، هي محطوطة بهذا التقرير السنوي. اقرأ هذا التقرير، أنا اليوم الصبح مسكت التقرير هذا قرأته from A to Z، لو أنا موجود في الأردن كنت راح أناقش بكثير نقاط وأعترض على نقاط وأوافق على نقاط، أشكر جهود ناس موجودين، أزعل من ناس ما اجتمعت في لجان معينة أو اجتمعت في لجان معينة وما أخذت قرارات أو عملت نشاط أنا ما كنت سامع فيه أو إلى آخره. اعمل زيي أو اعمل الصح، بلاش تعمل زيي، اعمل الصح، اقرأ هذا التقرير، احمل حالك، روح بعد بكرة على الاجتماع. اي حدا بتعرفه ما حضر هذا الفيديو او ما سمع عن هذا الاجتماع او ما شاف البوست او مش شخص نشيط على السوشيال ميديا او هو حابب يناقش او يجتمع، ناديه احكي له انا وياك بدنا نروح، قدرت يقعد الاجتماع ساعة ساعتين، احمل حالك روح على هذا الاجتماع، ابدي رأيك، اعترض، وافق، اقترح، شارك في صناعة القرار. وبعد هيك لما تيجي تحاسب الناس الموجودين انه ليش انتوا عملتوا عكس الاشي اللي تقرر او انتوا ما عملتوا الاشي اللي تقرر، وانت تكون كلمتك مسموعة، وانت تكون انت كلمتك واصلة. هلا في اخر المطاف انا بدي اوجه طلب، هذا الطلب موجه ل خليني انادي على نقيب المهندسين الاردنيين المهندس احمد سمار الزعبي، خليني انادي على رئيس الشعب المعماري بما انه اجتماع لجنه الشعب المعماري المهندس احمد الصيام، خليني اطلب من اعضاء الشعب المعماري الناس الموجودين اعضاء الهيئه المركزيه من المركز الاعلامي للنقابه منكم كلكم، انا شخص مغترب وفي زي كثير هون اصدقائي وفي بلدان ثانيه في كثير برضه ناس مغتربين، كلنا احنا بدنا نحضر هذا الاجتماع، يمكن يوم انتم ما تقدروا تعتمدوا آراء الناس الموجودين على هذا الاجتماع من الدول الخارجية، لكن أنا بطلب منك اعمل هذا الاجتماع وبثه أونلاين، تقدر تبثه لايف على الفيسبوك، تقدر تبثه لايف على اليوتيوب، على الانستغرام، وين ما بدك بثه، بس احكي لنا إنه احنا راح نبثه على المكان الفلاني في الساعة الفلانية. والمشكلة شوي اللي ممكن نواجهها انه في ناس ما راح تقدر تترك شغلها وتحضره بنفس الوقت، فانت بعد ما تبثه اونلاين ثبته على المنصة اللي انت راح تعرضه عليها، وشغلة كثير صغيرة انك انت بتقدر هذا الفيديو اللي انت صورته واللي اوريدي اتصور بيكون اذا بثيته اونلاين بس تسيفه وترفعه اونلاين وتبعت اللينك للايميلات او للكونتاكت الموجود عندك لكل المهندسين في السجلات الموجوده عندك. في هاي الصوره الاشي اللي انت عملته والاشي اللي انت حضرته والاجتماع اللي الناس كلها ما حضرته كلها راح تكون شافته. وبعد هيك في مراحل قادمه ان شاء الله خلونا نعتمد هذا الموضوع، انت نقابه مهندسين موجوده في الاردن لكن في عندك مهندسين موجوده في كل مكان، اللي مغترب في الخليج، اللي مغترب برا الخليج، اللي مغترب في امريكا، في كندا، في اي بلد موجوده، بدنا نعمل منصه ونتواصل من خلالها انه احنا برضو يكون في لنا انبوت داخل الاجتماعات الهيئات العامه وداخل النقابه وداخل اللجان تبعت النقابه، وما يكون هذه الشريحه مهمشه او غير مسموعه او الى اخره. اليوم برجع بطلب من كل المهندسين المعماريين، انت في عندك اجتماع هيئه عامه للشعب المعماريه يوم 19 شهر يوم الثلاثاء 19/2/2019، ارجو انه اللي بيقدر يحمل حاله ويروح، واللي معترض يحمل حاله ويروح، واللي موافق يحمل حاله ويروح علشان يكتمل النصاب يوم الثلاثاء، وتقدروا انتم كشريحه معترضه على هاي الخدمات او على هاي طريقه الشغل او على هاي الانجازات او على توجه الجهد الموجود في النقابه باتجاه معين، انك انت تقدر تحاول اتليست توجهه بالاتجاه اللي انت اليوم شايفه مناسب. ما بدي اطول عليكم اكثر من هيك، بتمنى انه نسمع اخبار طيبه ان شاء الله يوم الثلاثاء، ويعطيكم الف عافيه.